يعود نادي سينما بعد أن انقطع في فترة معينة. النادي عاد من المركز الوطني للسينما والسمع البصري بالقاعة التي افتتحت مؤخراً. عندها تقريب 100 سنة من إنجاز تاعها، ورتعين اللي باش تكون هذه القاعة هي البادلة الأولى اللي نبدأ بها هي نادي السينما. العدد الأول احتضن أحمد رشدي وفيلمه فجر المعذبين. واخترنا أحمد رشدي لأنه عنده الفيلم تاعو، الفيلم فجر المعذبين، لأنه أولا تم ترميم ورق مناته، وبالإضافة إلى ذلك أنه أول فيلم جزائري أنجزته مؤسسة سينمائية جزائرية سنة 1965. والبادرة استحسنها السينمائيون. اللي همني أنا هو هذه المبادرة الأساسية اللي ممكن إعادة تنشيط نوادي السينما في الجزائر، اللي هي انقرضت، كانت 1000 نادي سينما في الجزائر انقرضت. المبادرة حسنة، إن شاء الله تكون أول مبادرة، وإن شاء الله لم تتوقف في. لا أحد ينكر أهمية نوادي السينما في إحياء التقاليد السينمائية وترسيخها، لكن هل ستعمم وتستمر؟ هذا هو طموح المشرفين على التظاهرة.